عمي انا بالنسبه لي موظف سايق تريله. نعم سايق تريله وين؟ على البصره على المحافظات كلها. نعم شنو تبغوتي مو هسه؟ زين اشتغلت حوالي 22 سنه. نعم بهذا التقاعد. بس اريد اعرف سايق تريله لاي دائره باي وزاره؟ وزاره الموارد المائيه. وزاره الموارد المائيه نعم. شنو تبيهم؟ نعم اللي عندي ما انطوني لا راتب ولا شيء. ليش؟ ما ادري. عينوا 4 أشهر تقاعد وقطعوا التقاعد. يعني قطعوا التقاعد مالتك؟ أيوة قطعوا الله. التقاعد ماكو لا تقاعد ولا شيء. ماكو سبب، ماكو سبب. كل سبب ماكو. هاي عائلتي موجودة وهاي المنطقة وهذا المختار مالنا وموجودين والحمد لله. شيخ حيدر. هاي مناشدة يعني إلى هيئة التقاعد العامة أنه الرجل متقاعد 22 سنه مو 22 وزارة سنه وزاره الموارد المائيه الموارد المائيه وانقطع راتبه ان شاء الله توصل هاي مناشدتك ان شاء الله رحم الله والديك ان شاء الله يوميا محافظه وسلاب 4 مرات سلبوه والله 4 مرات ترى سلبوه وما اعطى التريله قال لهم تقتلوني وما اعطيكم تريله الحكومه هاي تابعه للوزاره الوزاره والله وبعدين تطلع بدون تقاعد بدون تقاعد داخلين على الله وعلى بخت السيد السوداني اريدها من شاربه اي والله من شاربه وداخلين على الله وعلى الحسين على راس عمو لا تبكي ان شاء الله ان شاء الله توصل يلا ان شاء الله ان شاء الله حج ان شاء الله ان شاء الله يوصل صوتك يعني هاي مناشده يعني الى هيئه التقاعد 22 سنه يعني الرجل هنا 22 سنه بهاي الوضعيه وبهاي الشيبه المباركه يعني وبعدين يطلع لا شيء يعني هاي مناشدة إلى هيئة التقاعد وإلى وزارة الموارد المائية يعني الوزارة هاي تابع لكم الشخص يا ما تعب يا ما سهر يا ما حافظ على ممتلكات الدولة نعم اي والله والوزارة تدري وكل الأمور مال الري بالري يعني شو الشغل الوزير مال مسميه اي والله ان شاء الله تدلل حجي تدلل ان شاء الله على راسي